شكرا ساكنة تطوان اللي قامت بهذه المبادرة، خصوصا ما فيهم الفنان زهير الباوي هو اللي نظم هذه التظاهرة، وكنشكروه بزاف. والحمد لله انتم كتشوفوا الناس تطوان مهما كانوا، كل واحد ما يجاب اللي عنده شي حاجة جابها، واخا من دارو جابها نزل هنايا، كلشي تعاون والحمد لله مغاربة. والله يجعلنا من طنجة الكبيرة، حنا قلنا كاملين عائلة، كاملين ما كاينش الفرق بيناتنا، الله يجعلنا دائما هيدا حباب ودائما عائلة. السلام عليكم. اليوم حنايا في مسرح الولايه في مدينه تطوان، كان لنا الشرف وهذا من ضمننا كحنا مغاربه اننا نضمنوا مع اخواتنا اللي وقع فيهم الزنزال، الله يرحمهم، الله يدخل عليهم الرحمه وهذا الشيء الله. فالحمد لله شفنا واحد التلاحم بين المغاربه كاملين من طنجه الكويره. صراحه حنا كفنانين في المنطقه بغينا نضمنوا مع هاد الناس. انتما كتشوفوا تبارك الله الخيرات، غير عملنا فيديو، جاوا الناس من سبته، جاوا الناس من الشاوين، جاوا الناس من حسيمه باش يضامنوا مع هاد الناس. الرموكه الاولية علينا تسالا، والرموكه الثانيه يما جا. وكنشكر جميع الناس اللي ضمنت من طنجه الكويره اللي عملوا هاد المبادره، وحنا ما نخافوش على بعضنا، حنا مغاربه كنبغوا بعضنا بزاف بزاف. وصراحه كنشكروا على هاد التغطيه الاعلاميه وهاد الناس هادو اللي ساهموا في هاد الشيء هذا، وشكرا لكم جميعا، بارك الله عليكم.